أنا ابن خواض الغمراء، أنا ابن منكس الرايا، إني أنا العباس أغدو بالسقى، ولا أهاب الموت يوم الملتقى، حتى أوارى بالمصاريك لقى، ويحكم إن وصل الماء إلى خيام الحسين، وشرب الحسين وعياله أفناكم عن آخركم، اقطعوا علي طريقا فحفت به القلوب واحتوشته الصفوف، يا الله، وهو يلب الخيل بالخيل والرجال بالرجال، وقد أكثر فيهم من القتلى، صاح اعملوا معه الحيلة، كمن إليه ملعون من وراء نخلة، آجركم الله، ضرب العباس على يمينه، أيوة عباس، التقط السيف بشماله واللواء إلى صدره من يد مقطوعة، والله يميني إني أحامي أبدا وعن إمام صادق نجل النبي المصطفى الأميني، أقبل اللعين ثانية من وراء نخلة، والعباس يتقدم بالقرب نحو الخيام مهرولا، رفع السيف على فتح باعه، ضرب العباس على شماله، سقط السيف من يديه، امسك اللواء بالعضدين المقطوعين، والدماء تتفجر، يا نفس لا تخشي من الفجار، وابشري برحمه قد قطعوا يساري، فالله يصلي، يا الله، أكسره عليه من السهام كرش المطر، ما بقي عضو من أعضائه إلا وأصابه سهم، جاء سهم في صدره، سهم في حنكه، سهم في قربته، فأريق ماؤها، جاء سهم فوقع في عينه، صار يهرول من يدين ليقتلع السهم من العين، وإذا ما عنده كفين، فانتكس اللواء، رأى الإمام الحسين اللواء وقد انتكس، ففر الإمام من الخيمة متوجها إلى العظيم، ولكن هو حكام العباس محزن رأسه مخرجا رجله من الركاب، يريد أن يقتلع السهم من عينه لإبهام القذف، رفع اللعين العمد على فتح باعه، ضرب العباس على رأسه، أقبل الإمام أخي عباس، كبش كتيبة عباس، حزام ظهري عباس، هلا انكسر ظهري، هلا قلت حيلتي، هلا يا شمت بي عدوي، يا خويا ابن جتني هالرمية، يا خويا يا سوق عبيتي عليا، يا خويا شمتة العدوان ميا، يا ابو فاضل واشوف والدار راد حسين شيلة للصياوية، تبت عباس لحسين
وزرق عيني يقول لك ردك يا اخوي يا حسين يقول اريد اشيل النار